بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان احتجاج رسول الله صلى الله عليه وآله مع الثانوية، والثانوية على طوائف. إحدى طوائف الثانوية يعتقدون بوجود مبدأين للعالم، مبدأان مدبران للعالم، وهما النور والظلمة، فمعا يدبران أمر العالم، وهما أبديان، لم يزل وسيبقى النور وستبقى الظلمة إلى الأزل إلى الأبد. طبعا قالوا بأن النور والظلمة امتزجا معا فصنعا العالم ويديران العالم بعد امتزاجهما معا. فهنا حصل الإشكال على مبناهم، لماذا ذهبوا إلى مبدأين النور والظلمة؟ قالوا بأن النور من طبعه أن يذهب إلى العلو إلى الفوق، والظلمة من طبعها أن تذهب إلى الأسفل وتنزل، وهما اختلطا. طب كيف اختلطا؟ إذا هذا من طبع الصعود وتلك من طبعها النزول، فكيف اختلطا؟ إلا بقصر قاصر، ذاك القاصر هو الله، هو الصانع. إذن مو هما المدبران الموجدان، بل هما موجودان مدبران. وهذا ما يذكره رسول الله في الرد على المانوية من الثانوية. طبعا في البحار يقول وجوه ركيكة ذكروها لما يذهبون إليه من عقيدة، أنه كيف النور يصعد والظلمة تهبط، وكيف اختلط مع أن من طبع هذا الصعود. إذا من طبع الصعود لو نزل فهذا تناقض، يعني صعد ولم يصعد، الظلمة نزلت وسفلت ولم تسفل، وهذا تناقض. يعني واضح أن استدلالهم استدلال غير تام، إلا بفعل قاصر، إن هناك شخص شيء صانع أجبر النور على النزول والظلمة على الصعود ليختلطا. إذن يعود الأمر إلى أن هناك صانع للنور والظلمة، يعني هم هكذا قالوا، جميع أجزاء النور أبدا في ارتفاع، وجميع أجزاء الظلمة أبدا في نزول. هذا اللي يذكره المانوية من الثانوية. إذا طبعهما التخالف فكيف اجتمعا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يقول شخص يذهب من المشرق وشخص يذهب إلى الغرب، هل يلتقيان؟ لا يلتقيان. واضح يعني شلون هناك حصل اللقاء بينهما ليدبرا معا أمر العالم. هذا الأمر الأول، وهذا تمام الكلام مع الثانوية. بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ينتقل إلى الاحتجاج مع المشركين من العرب، مع عباد الأوثان. يسألهم لما تعبدون الأوثان؟ قالوا لا نعبد الأوثان إلا ليقربون إلى الله زلفة. خب اختلفت كلمة المشركين في عبادتهم للأوثان، صاروا ثلاث طوائف مع احتجاجهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله. طائفة تعتقد أن الله حل في هياكل رجال كانوا على هذه الصورة، فصورنا هذه الأوثان نعظمها لتعظيمنا تلك الصور التي حل فيها ربنا هكذا. فرسول الله هنا يبهته
حجتهم ويقول إذا الصانع القديم حل في هذا فهو محدود بهذا الحد، فإن أصبح محدودا فهو حادث، وإذا كان حادث وعليه صفات الحادث فإذن هذا مو قديم، لأن الحادث ضد القديم، وهذا أمر بين وواضح. إذن هذا الكلام باطل. ويقول رسول الله إن قلتم إن الله عز وجل حل ولكنه قديم، نقول لازم تلتزمون، يعني لازم كلامكم أن تقولوا بأن كل متحرك وساكن، كل متلون بألوان مختلفة، هذا قديم مو حادث. إذا الحلول لا يسبب الحدوث فكل حركة وسكون، كل تلون هذا ما يوجب الحدوث، والتالي باطل فالمقدم مثله، هذا بالقياس الاستثنائي كما نبين إن شاء الله في التطبيق. الطائفة الثانية عندما رأوا بطلان حجة الطائفة الأولى من المشركين قالوا لا، إنما هذه الهياكل الأصنام أشكال لعباد سابقين عنا، وهؤلاء كانوا يعبدون الله عز وجل فنحن اتخذنا أشكالهم صور لهم ونعبد هذه الأشكال. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا كانت عبادتكم ومنتهى الخضوع لهؤلاء العباد، يعني صور هؤلاء أولئك العباد الذين سبقوكم، فكيف تعظمون الخالق؟ منتهى خضوعكم لمن عبد الخالق، فكيف تعظمون الخالق؟ أنت إذا في أوج درجة الاحترام كأنما هناك ملك وخادم، احترمت الخادم بكل ما يمكن وبكل ما تمتلك من قدرات في احترام هذا الخادم، فكيف تحترم الملك السلطان؟ لازم يكون هناك فرق بين الخادم والسلطان في طريقة التعامل. زين، فيفحمون هؤلاء أيضا. الطائفة الثالثة قالوا كلا، نحن نعبد الصنم، في الواقع هذا الصنم تمثاله النبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام، لأن الله عز وجل أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، إحنا ما كنا في ذيك الفترة، فالآن كيف نصنع حتى نصل إلى هذا الشرف العظيم أن نسجد لتمثال آدم؟ هو آدم موجود، نسجد لتمثال آدم، كما أنكم تسجدون في محاريبكم في المساجد، تسجدون إلى القبلة، مو قصدكم الكعبة وإنما قصدكم الله، نحن نسجد إلى تمثال آدم وقصدنا الله. هسه نشوف نقرأ هالمقدار، إذا وصلنا نبين باقي المطلب إن شاء الله. ثم قال صلى الله عليه وآله فكيف اختلط النور والظلمة، يعني كأنما خطابه للمانويين من الثانوية، يمكن بعض علماء الثانوية كانوا من المانوية، فكيف اختلط وأدار العالم معا، هذا اللي كلامهم، وهذا من طبعه الصعود يعني النور، وهذه من طبعها النزول، أرأيتم لو أن رجلا أخذ شرقا يمشي إليه والآخر غربا أكان يجوز عندكم أن يلتقيا ما داما سائرين على وجههما؟ ما يلتقون على طرفي نقيض من تلك الجهة ومن هذه الجهة. قالوا لا. قال فوجب أن لا يختلط النور والظلمة لذهاب كل واحد منهما في غير جهة الآخر، النور من جهة والظلمة من جهة. فكيف وجدتم حدث هذا العالم من امتزاج ما هو محال، إن هذا العالم وجد من امتزاج أمر محال، ليش محال؟ لأنه يؤول إلى النقيضين، إذا النور من طبعه الصعود
فكيف نزل؟ يعني لا ينزل، يصعد ولا ينزل، فكيف نزل؟ إذن هو صاعد ونازل، صاعد وغير صاعد، هذا نقير، هذا محال. فكيف وجدتم حدث هذا العالم من امتزاج؟ لأنه هم يقولون العالم حدث بعد امتزاج النور والظلمة، من امتزاج ما هو محال أن يمتزج، محال أن يمتزج، بل هما مدبران جميعا مخلوقان، النور والظلمة مخلوقان مدبران من قبل مدبر وهو صانعهما. فقالوا سننظر في أمر أمورنا. الآن ما عندنا جواب يا رسول الله، ننتظر. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله على مشرك العرب فقال وأنتم فلم عبدتم الأصنام من دون الله؟ فقالوا نتقرب بذلك إلى الله تعالى كما في الآية المباركة إلا ليقربونا إلى الله زلفى. زين، فقال هنا لطيف، رسول الله يسألهم هذه الأصنام تسمع؟ قالوا لا. إذا لا تسمع لا تعقل فهي أولى أن تعبدكم من أنكم الذين أوجدتموها تعبدوها. من الذي أوجد الصنم؟ هو الناحت، النحات للصنم، فالصنم لازم يعبد النحات واللي صنعه، مو النحات يعبد الصنم اللي لا يعقل ولا يشعر ولا يسمع. فقال لهم أوهي سامعة مطيعة لربها عابدة له حتى تتقربوا بتعظيمها إلى الله؟ هي تعبد الله يعني كأنما هي فتح خلق عظيم. قالوا لا. قال فأنتم الذين نحتوها بأيديكم؟ قالوا نعم نحن نحتناها. قال فلأن تعبدكم هي لو كان يجوز منها العبادة. ليش؟ لأنها لا تشعر فما يمكن أن تصدر منها العبادة، ولكن لو كانت تشعر ويمكن أن يصدر منها العبادة لكان الأولى والأحرى أن تعبدكم. فلأن تعبدكم وهي لو كان يجوز منها العبادة أحرى من أن تعبدوها، لأنكم خلقتموها صنعتموها أعطيتم لها الوجود، أنتم المتفضلين عليها بالوجود. إذا لم يكن أمركم بتعظيمها من هو العارف بمصالحكم وعواقبكم والحكيم فيما يكلفكم، إذا الله عز وجل لم يأمركم بتعظيمها هذه الأصنام، المفروض تقولون ماكو واحد اللي أمرنا بتعظيمها، فالمفروض هي التي تعظمكم. قال فلما قال رسول الله هذا القول اختلفوا فصاروا على أصناف ثلاثة. فقال بعضهم إن الله قد حل في هياكل رجال كانوا على هذه الصورة، فصورنا هذه الصور نعظمها لتعظيمنا تلك الصور التي حل فيها ربنا. الله عز وجل حل في هياكل رجال، هذه أوثان صور لتلك الهياكل. هذا القسم الأول. القسم الثاني، وقال آخرون منهم إن هذه الصور أقوام سلفوا كانوا مطيعين لله قبلنا فمثلنا صورهم وعبدناها تعظيما لله. بما أنه هؤلاء تقدموا زمانا في عبادة الله فصورناهم ونعبد تلك الصور المجسمات. وقال الطائفة الثالثة، وقال آخرون منهم إن الله لما خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له كنا نحن أحق بالسجود لآدم من الملائكة، لأن إحنا المكلفون، الملائكة هم معصومون من الخطأ والزلل، إحنا اللي الله يمتحننا في الدنيا، فكان المفروض أن نسجد لآدم نحن. ففاتنا ذلك فصورنا صورته صورة آدم فسجدنا لها تقربا إلى الله كما تقربت الملائكة بالسجود لآدم إلى الله تعالى. فإحنا جعلنا هذا الوثن هذا الصنم طريق إلى الله عز وجل. وكما أمرتم بالسجود بزعمكم إلى جهة مكة ففعلتم. أمرنا كأمركم، ما
ليس قباؤنا تجر وباؤكم لا تجر، أنتم تسجدون إلى جهة مكة إلى الكعبة في مساجدكم، ما تقصدون الكعبة بما هي أحجار، وإنما تقصدون الله عز وجل. فنحن نسجد إلى هذه الصورة، صورة آدم، بما أنه الطريق إلى الله عز وجل. زين، يعني أمر كان الظاهر، أمرهم معقول، استدلالهم استدلال عندهم منطقي. وكما أمرتم بالسجود بزعمكم، هم ما يعتقدون خو بوجود الله الذي يدعو إلى عبادة الكعبة، فيقولون بزعمكم، وكما أمرتم بالسجود بزعمكم إلى جهة مكة ففعلتم، ثم نصبتم في غير ذلك البلد بأيديكم محاريب، محراب يعني محراب المسجد، الغرفة، أعلى مكان الغرفة هذا يسمى بالمحراب، يعني صنعتم المسجد، المساجد، بأيديكم محاريب سجدتم إليها، إلى تلك المحاريب، يعني أنت تجعل المحراب قبلتك، وقصدتم الكعبة، بس مو تقصد هذا المحراب المكان العالي في البيت أو في الغرفة، وإنما تقصد الكعبة، لا محاريبكم، وقصدتم بالكعبة، طبعا الكعبة ليس لها موضوعية، وإنما هي طريق أيضا إلى الله عز وجل، وقصدتم بالكعبة إلى الله عز وجل لا إلى الكعبة نفسها. فقال رسول الله، ثلاث طوائف تكلموا، قسم يعبدون هذه الأصنام لأن الله حل فيها أو حل في هياكل هذه الأصنام على نمطها، القسم الثاني يعبدون هذه الأصنام لأنها صورة عباد لله كانوا سابقين، القسم الثالث هم يسجدون على صورة آدم تقربا إلى الله. رسول الله واحد واحد، كل واحد منهم يجيب مستقلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله، أخطأتم الطريق وضللتم، أما أنتم يعني يقصد الطائفة الأولى، وهو يخاطب الذين قالوا أن الله يحل في هياكل رجال كانوا على هذه الصور التي صورناها، فصورنا هذه الصور نعظمها لتعظيمنا لتلك الصور التي حل فيها ربنا، هذه الطائفة الأولى، فقد وصفتم ربكم بصفة المخلوقات، الحال مثل المحل، له حدود، بس نحن في هذه الغرفة أو في هذه الصالة نحن لنا حدود اللي حددتنا هذه الصالة، وهذه الصالة أصبحت محلا لوجودنا، إذا الله عز وجل دخل في محل فأصبح له حدود، تحدد بحد لم يخرج، هو أكبر من ذاك المحل، طبعا ظرف ومظروف، فهو أصبح المظروف، الظرف يحيط به، خب الظرف حادث والمظروف قديم، ليش؟ مع أن الظرف أوسع من المظروف، فالمفروض واحد يجي يقول الظرف قديم والمظروف حادث، يعني بالعكس تقولوا هذه الهياكل اللي دخل فيها الله عز وجل على اعتقادهم الباطل هي الهياكل القديمة والحال فيها حادث، أقلا لا توجد أولوية لأحد الشقين على الآخر، فأتوا ترجيحكم بلا مرجح لأحد القسمين وما لكم دليل، فإذا أصبح حادثة. يقول فقد وصفتم ربكم بصفة المخلوقات، كيف؟ أو يحل ربكم في شيء حتى يحيط به ذلك الشيء، إذا حل فيه فالمظروف المحل يحيط به، المحل يحيط بالحال، واضح، حتى يحيط به ذلك الشيء، فأي فرق بينه إذن وبين سائر ما يحل فيه؟ ما الفرق بين الله الذي حل في هذا الجسم وسائر الأمور التي تحل في الجسم؟ هذا الرجل أسود أو أبيض، طويل أو قصير، توقف أو حركة تحرك، إذن هذه أيضا يجب أن تكون قديم، لأن الحال قديم، فكل ما حل في هذا الجسم راح يكون قديم أيضا، ما الفرق بينهما؟ والتالي باطل، فالمقدم مثله. نشوف هذا قياس استثنائي، إن كان حلول الله في جسم لا يخرجه إلى الحدوث، فحلول الألوان
والحركة والصفات والأعراض في ذلك الجسم يجب أن لا يكون موجبا للحدوث، لكن التالي باطل، لأن حلول الألوان والحركة والأعراض والصفات في الجسم هذه تدل على حدوث ذلك الجسم وحدوث هذه التي حلت في هذا الجسم، فالمقدم مثله. قياس استثنائي واضح. القياس الاستثنائي يعني تتكرر في النتيجة المقدمات، فإما أن نذهب إلى نقيض إحدى المقدمتين فنثبت نقيض الأخرى، أو نذهب إلى نفس إحدى المقدمتين ونثبت نفس المقدمة الثانية. يعني نقول إن كان الله حالا فهو قديم، إن كان الله حالا فهو قديم، يعني لو كان هذا الذي تقولونه هو قديم لكان حلول غير الله أيضا يوجب قدمه، لكن التالي باطل فالمقدم مثله. طيب، فأي فرق بينه إذن وبين سائر ما يحل فيه من لونه وطعمه ورائحته ولينه وخشونته وثقله وخفته، كل هذه العوارض على الهياكل، ولما صار هذا المحلول فيه محدثا؟ الظرف، المحل هذا محدث، وذلك يعني ذلك الحال قديما، هذا الترجيح وأحد كفتي الميزان بلا مرجحين، دون أن يكون ذلك محدثا وهذا قديما. ليش بالعكس ما تسوون المعادلة؟ قولوا الظرف محدث قديم والمظروف محدث، الحال محدث والمحل قديم، ما الفرق بينهما؟ بل أنا قلت يمكن واحد يقول الأولوية لقدم الظرف مو المظروف، لأن المظروف وسعه الظرف. طيب، وكيف يحتاج، يعني يحتاج الخالق إلى المحال، هذا مصدره المحال، وكيف يحتاج إلى المحال من لم يزل قبل المحال، يعني كان قبل وجود هذا الظرف، شلون واحد يحتاج إلى الظرف وهو قبل هذا الظرف، وهو عز وجل كان لم يزل، يعني كأنما هم هكذا صوروا أن الله عز وجل هو موجود في هذه الهياكل، مو أنه هو في شيء خارج جزء منه موجود في الهيكل، لا هو بنفسه موجود في الهيكل على زعمهم الباطل، وهو عز وجل كان لم يزل، من السابق كان وسيبقى إلى الأبد قبل أن يوجد هذا الظرف والمحال. وإذا وصفتموه بصفة المحدثات في الحلول مثل باقي المحدثات التي تكون ظرفا مظروفا، أنتم وصفتم الله بأنه مظروف، فقد لزمكم أن تصفوه بالزوال، لأن كل محدث حادث يزول، لأنه مو من طبع الوجود، مو ضروري الوجود، ضروري الوجود هذا ما يزول، أما اللي إجا صار مظروف هذا مو ضروري الوجود، احتاج إلى ظرفه، مو واجب الوجود، فيجب أن يزول في وقت من الأوقات. وما وصفتموه بالزوال والحدوث فصفوه بالفناء الانتهاء، لأن ذلك يعني حدوث وتغير وزوال وفناء، هذه الصفات أجمع من صفات الحال والمحلول فيه، الظرف والمظروف هذه صفاتها، الحدوث والزوال والفناء والتغيير، وجميع ذلك متغير الذات، هذا كله متغير الذات مو ضروري الذات، يتغير من حال إلى حال. وإن قلتم رسول الله صلى الله عليه وآله، كأنما هنا يدفع دخلا مقدرا، يقول إذا قلت لا مع أن الله عز وجل حال ولكنه قديم، قلوا إذن باقي الصفات الحال أيضا قديمة ولا يمكن الالتزام بذلك، فإن كان لم يتغير ذات الباري تعالى بحلوله في شيء يبقى قديم وما يتغير وما يكون حادث، جاز أن لا يتغير بأن يتحرك ويسكن، يعني هو هذا الحال المحلول فيه، يعني المحل يعني هذا الهيكل، يعني هذا الإنسان الذي دخله الله عز وجل على زعمهم،
جاز أن لا يتغير، هذا هم مو متغير. اللي حل فيه الله عز وجل يجب أن لا يكون متغيراً، بأن يتحرك، يعني في حالة الحركة والسكون هذا مو متغير. ويسود ويبيض ويحمر ويصفر، وتحله الصفات التي تتعاقب على الموصوف بها حتى يكون فيه جميع صفات المحدثين ويكون محدثاً. هذه الصفات صفات المحدث، واضح أمر وجداني أن التغير صفة المحدث مو صفة القديم، فما يمكن الالتزام بأن الحال قديم والمحل محدث. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال رسول الله: فإذا بطل ما ظننتموه من أن الله يحل في شيء. زين، الله بعد ما يحل، يعني بهذا الاستدلال وبهذا البرهان أثبتنا أن الله عز وجل خارج عن الحال والمحال، هو ليس حالا ولا يحتاج إلى محال. إذا هذا ثبت، فأتوا عبادتكم لتلك الهياكل التي تدعون أن الله حل فيها، هي عبادة باطلة. انتهى استدلالكم. فإذا بطل ما ظننتموه من أن الله يحل في شيء فقد فسد ما بنيتم عليه قولكم. قال: فسكت القوم وقالوا: سننظر في أمورنا. ثم أقبل رسول الله على الفريق الثاني، كانوا يعبدون هذه الأصنام اللي على شكل عباد سابقين. ثم أقبل رسول الله على الفريق الثاني فقال: أخبرونا عنكم إذا عبدتم صور من كان يعبد الله فسجدتم لها وصليتم فوضعتم الوجوه الكريمة على التراب بالسجود لها. منتهى الخضوع السجدة، منتهى الخضوع وأذل حالات العبودية السجدة للعظيم لله. فما الذي أبقيتم لرب العالمين؟ أتوا تسجدون لهذه الوجوه، فكيف تريدون عبادة الله وهو خالقها على زعمكم؟ أما علمتم أن من حق من يلزم تعظيمه وعبادته أن لا يساوى به عبده؟ أرأيتم ملكا أو عظيما إذا سويتموه بعبده في التعظيم والخضوع والخشوع أيكون في ذلك وضع من الكبير، يعني وضع من شأن الكبير؟ أنت تحترم الخادم أشد أنواع الاحترام، كيف تحترم الملك إذا؟ كما يكون زيادة في تعظيم الصغير أكبر من حجم تعظمه؟ فقالوا: نعم. قال: أفلا تعلمون أنكم من حيث تعظمون الله بتعظيم صور عباده المطيعين له تزورون على رب العالمين، يعني تعيبون على رب العالمين. يعني أنت تقول لله منتهى الخضوع والخشوع، لمن خلقته؟ لا لك، هاي إهانة لله عز وجل. فكيف تهينون الله ب فعلكم؟ قال: فسكت القوم. هؤلاء أيضا أفحموا بعد أن قالوا: سننظر في أمورنا. هذا، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.